مشتعل ايضا ولازم احد الفرق دي يحسم تاهله. خلونا نشوف تقرير عن مباراه الداخليه وبورسعيد اللي اتلعبت النهارده ونقلتها ليكم قناه اون تايم سبورتس ونرجع نكمل حلقتنا. احنا كنا جايين من فتره صعبه جدا، بقى لنا 4 شهور قاعدين في البيت كل الناس. طبعا نادي الداخليه بدا الماتش كان مركز اكتر مننا شويه، الشوط الثاني نزلنا حاولنا نجيب الماتش بس طبعا المجهود بقى صعب جدا الفتره دي، ما قدرناش ان احنا نقدر نجيب الماتش تاني، بس الحمد لله لسه قدامنا فرصه الماتش الجاي مع المنصورة بإذن الله. لو كسبنا هيبقى في دورة مجمعة احنا الثلاث فرق تاني ان شاء الله بإذن الله هدفنا ان احنا نصعد. ربنا كرمنا النهارده بعد اداء بطولي من الفرقة، وانا يعني ربنا يكرم ان شاء الله، احنا كده قربنا من الصعود، ان شاء الله ربنا يكرمنا بالنتيجة بتاعة المباراة الجاية ونكون في دوري المحترفين ان شاء الله ونحقق نتيجة كويسة. الحمد لله ربنا كان موفقنا النهارده، وتعبنا الفترة اللي فاتت واجتهدنا والدفاع بتاعنا كنا على طول بنركز في الدفاع بتاعنا بحيث ان احنا النادي الداخليه بيتميز جدا في الدفاع، فالحمد لله ربنا وفقنا جدا في النتيجه بتاعت النهارده. عارفين الفريق بورسعيد نادي كبير فبنحضر له، عارفين الخطوره فين واماكن الضعف فين، وابتدينا نتمرن عشان الماتش ده، عارفين اللي هو خطوه كبيره للصعود، والحمد لله الحمد لله لعبه 3 رجاله وفضلنا قد المسؤوليه، وبحمد ربنا المجهود ده، وانا بحب اشكر الفرقه والجهاز الفني. هي الحمد لله احنا تعبنا بس طبعا فتره كورونا محدش رجع للفورمه الرياضيه بتاعته، بس الحمد لله يعني هي التوفيق وعدم التوفيق، احنا كنا بنوصل للجون بس بنضيع، مفيش تركيز، بس يعني الحمد لله على كل حاجه.